اخيرا غادي نطلعوا طائره باذن الله، غادي نسافروا لكم الى البلدة باذن الله. صراحه متحمس بزاف، فرحان بزاف، غادي نطلعوا هذه الطائره. نبداو اخوتي حيت الاجواء رائعه جدا. المطار ديال الدخله هو هذا، باي باي مدينه الدخله. دابا اخوتي غادي نطلعوا الى الطائره. ها انتم اخوتي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نتمنى هادشي يعجبكم، نتمنى باذن الله نبارطاجيو معكم ما احسن اي حاجه جديده داخل الطائره، وغادي نبحثوا على بلاصتنا. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. حاليا اخوتي كنتواجدوا في المطار ديال مدينة الدخلة، غادي نسافروا لكم إلى مدينة الدار البيضاء باش نكتشفوا لكم الأجواء خاص ديال الماتش ديال المنتخب المغربي أمام الكونغو الديمقراطي، ونتمنى تأهل المنتخب المغربي إلى المونديال قطر 2022. هذا هو المطار ديال الدخلة، غادي نحاولوا ندخلوا المطار بإذن الله، وغادي نكتشفوا لكم اي حاجه جديده. كما كتشوفوا هذا البي ديالي خاص قطعنا في مدينه الدخله، وغادي نسافروا لكم الى كازا باذن الله. اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو، اشتركوا في القناه ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد باذن الله. انا بسيط، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناه ديالي 200000 مشترك. انا بسيط، نخليكم الانستغرام ديالي في الوصف واول تعليق، دعموني فيه وتبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه حيت زوين بزاف. كما كتشوفوا هذا هو المطار، مطار ديال الدخله رائع جدا، فرجه ممتعه. هذا هو المطار ديال الدخله، غادي ندخلوا للمطار ونشوفوا كيفاش كيتعاملوا هنا. المهم غادي نحاول نبارطاجي معكم اي حاجه جديده، غادي نطلعوا الطياره، غادي نبارطاجي معكم داخل الطياره، واش غادي نقول لكم الاجواء كي غتكون السفر من الدخله الى كازا. غادي نحاولوا نبارطاجي معكم اي حاجه جديده هذا السفر، حيت ديجا شفتوا الركوب ديالنا طائره من اكادير الى طنجه. نتمنوا ان شاء الله يكون خير. داخل المطار ديال الدخله البيه هو قطعنا، دزنا في التحقيق. ايوا قرنطاطو طياره، غادي تجي الطياره ان شاء الله، وغادي نمشيو لكم لكازا باذن الله المسائي. هي واش غادي نقول لكم، الاجواء في المطار زوينه، تحقيق ماشي ساهل، تحقيق نقولو بحال المطار ديال اكادير وطنجه، ما كاينش الفرق بزاف، تما كاين الزيارة بزاف، هنا ما كاينش بزاف الزيارة. انا رايي تحقيق عادي جدا. ايوا دخلنا المطار، دينا اللقاح ديالنا، لاكارت ديالنا، عطاونا البيين، من بعد دزنا ما قلبونا، ومن بعد انتم كتشوفوا حاليا جالسين وكننتظروا الطائره تنزل باش تدينا لكازا. ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي باذن الله. الناس كاملين جالسين هنا في البلاصه كيدوزو فيها الناس وكيتسناو، ولكن انا شي نص ساعه تقريبا. تبقى هاد الفيديو راه طوب. طنجة هنا في الطوطة كاين فرق كبير، المطار ديال الدخلة مكبيرش بزاف، و الحقيقة عادي جدا. إيوا إن شاء الله نشرو لكم على حسب التصوير، كنت غادي نزور واحد البلاصة تما، قالو ليا تنزل فيها عاد غادي تصوير. إيوا بالنسبة للمشكل ديال التصوير لقينا واحد شوية ماشي بزاف. تما واش غنبغي يكون خير؟ ايوا غنمشيو لكم لكازا ان شاء الله باذن الله، وهذه الرحله غتكون طوب، غتكون زوينه، هذه غير البدايه ديال السفر، ونتمنى تشجعونا الله يكثر خوتي ويجتمع. ايوا شكون اللي مسافر معايا؟ ها انتو اللي مسافر معايا، انا وياه، هو وانا، هم بجوج مسافرين. واش غندير بالنسبة لبيي؟ ها هو هذا هو بيي ديال الطيارة، هذا قطعنا هنا
نتمنى ان شاء الله يكون خير. نتمنى باذن الله نبارطاج معكم احسن المطار زوين كاين بزاف ديال الحوايج هنا ممكن تشربوا شي حاجه تاكلوا شي حاجه تلقاوها في هذا المطار. انا رايي فيه مقهى فيه اي حاجه بغيتوها المهم تلقاوها هنا المطار ديال طنجة وكادير نفس المطار. نتمنى السلامة ونتمنى التوفيق السفر في الطيارة يكون زوين. الحاجة الأولى زوينة ربما سافرتي من الداخل إلى كازا ربما ساعة ونص ربما سافرتي من أكادير لطنجة 45 دقيقة ولا ساعة ونص إذا الوقت قليل جدا وفي نفس الوقت مرتاح اللي كتركب الطيارة كتكون مرتاح تماما وكتوصل مرتاح وكتوصل بسرعة. إذن إلا ركبت الطيارة ماشي حاجة مهمة ربما شي حد غادي في القاف ولا طوموبيل إمتى غيوصل قاصة مدة 3 أيام ولا 4 أيام. إذن إلا مشيتي في الطيارة كتكون الوقت قصيرة جدا ساعة ساعتين كتكون قاصة. المهم الله يوفق الجميع وانا غادي نصيحة لله والطيارة راه غادي ترتاح وغادي تدوز الوقت زوين عندك شي طنط رائع جدا كل شيء جودة استنظر دابا خوتي وصلت اللحظة اللي غادي نشوفو هو المطار صحابي هما غادي وانا عندي السي انتوما كتشوفو عندي السي وان شاء الله نتمنى باذن الله نخرجو من المطار ونسولو الطائرة تما ونسولو داخل الطائرة نجمعو هنا الناس كاين قادرو كل واحد بالنوبة ديالو على حسب تاخذ الطيارة وزيد ديال الحوايج المهم تبعو معنا غادي نبارطاج معكم أي حاجة زوينة أخي وصلتنا النوبة حيت أنا عندي السي باش تعرفو هاد الحاجة كل واحد بالرقم ديالو حنا عندنا مجموعة ديال السي هي هاي غادي نتبعو هاد الناس وغادي نخدمو ان شاء الله غادي نمشيو لكم باذن الله. تمنيت باش نخرج بسرعه من المطار باش نطلع الطائره ان شاء الله باذن الله ونوصلوا كازا باذن الله. اخيرا خرجنا لكم من المطار ديال مدينه الدخله وغادي نمشيو لكم الطائره. ها هي الطائره طريق الى كازا باذن الله وغادي نشعل المنتخب المغربي وغادي نبارطاجيو معكم ازيد فيديوهات جداد خاص في الدخله خاص في كازا. انا رائعه جدا ايوا اش غادي نقول لكم حاليا غادي للطائره غادي نمشيو لكم طاوله البيضاء باي باي مدينه الدخله. السلام عليكم صراحه بوسنا هي مدينه زوينه مدينه الدخله رائعه جدا. المهم غادي نحاولوا نبارطاجي معكم اي حاجه جديده. المهم خرجنا من المطار بخير دزنا في التحقيق دزنا في كل شيء كل شيء هو هذا. كنتمنى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نبارطاج معكم المزيد باذن الله. هذه الطائره ها انتم اخوتي هذه هي الطائره اللي غادي نمشيو ليها الى كازا باذن الله. ساعة ونص غادي نكونوا في الدار البيضاء باذن الله ومتحمس وفرحان وعندي احساس زوين بزاف اللي غادي نغادر الى كازا باذن الله وغادي نبارطاجي معكم المطار ديال الدار البيضاء الاجواء مدينه الداخله مطار البيضاء. هاتوا اخوتي تبعوا معنا اخوتي اخيرا غادي نطلعوا باذن الله غادي نسافروا لكم الى دار البيضاء باذن الله. صراحه متحمس بزاف فرحان بزاف غادي نطلعوا هاد الطائره نبداو اخوتي حيت الاجواء رائعه جدا. المطار ديال الدخله هو هذا باي باي مدينه الدخله حتى مره اخرى ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا الناس كيطلعوا هنا الناس دابا اخوتي غادي نطلعوا الى الطائره ها انتم اخوتي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نتمنى هذا الشيء يعجبكم نتمنى باذن الله نبارطاجيو معكم ما احسن باذن الله. انتم اخوتي اخيرا طلعنا يا سلام يا سلام يا سلام
هادشي زوين بزاف. المطار ديال الدخله هو هذا، غادي ندخلوا الطائره باذن الله ونفرطاج معكم اي حاجه جديده داخل الطائره، وغادي نبحثوا على بلاصتنا. كما كتشوفوا اخوتي دخلنا داخل الطائره، غادي نبحثوا على بلاصتنا وغادي نبارطاجي معكم المزيد باذن الله. هذه هي الطائره، البلاصه ديالي 15. ها هي اخيرا لقينا البلاصه ديالنا، هي هذه. غادي نبارطاجي معكم اي حاجه جديده باذن الله. هنا كيديروا فيها المسائل ديالهم، السكن ديالهم، اي حاجه كيديروها هنا ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا كنتواجدوا داخل طياره، مسافرين الى كازا باذن الله. اش غادي نقول لكم، الطائره ماشي بحال العربيه، كون واقعي كاين فرق كبير. الطائره عادي العربيه طوب فيها بزاف ديال الحوايج، كيما قلنا كاين فرق كبير، ما شاء الله يكون خير. المهم درت الصاك ديالي معمر، بارطاجي معكم الصاك ديالي. نتمنى المهم كلشي كاين هنا، المهم كلشي يكون زوين باذن الله، ونبارطاجي معكم احسن. هادو هما الناس، ما كاينينش بزاف. ايوا انتظروا اللحظه فاش غادي تطلع الطائره، نتمنى ان شاء الله يكون خير. نتمنى ندوزوا الرحله ديالنا، السفر ديالنا الى كازا يكون طوب، يكون زوين. اللحظه فاش غادي تطلع الطائره غادي نبارطاجي معاكم. انا عادي جدا، ما خايف لا حتى حاجه، الناس يخافوا، الناس دابا يركب في الطائره تيخاف، انا ما خايف لا حتى حاجه، عادي جدا. بالعكس كنفرح ملي كنركب الطائره، كنفرح باش نسافر ونزيد عليا هادشي كامل. هادشي كون ما فهمت والو، نتمنى ان شاء الله يكون خير. هادشي كنتمنى. ايوا اللحظة فاش غادي تطلع الطائرة غادي نبارطاجي معاكم. Put all doors on flight conditions and cross check. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى يكون السفر زوين. ايوا الطائرة مستوى، الطائرة توب، توقيت وعندو واحد التوقيت اللي جا دابا حاليا 11 و20، 11 و20 غادي نطلع سفر. أسعد الله صباحكم سيدتي وسادتي بكل خير، أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الملكة المصرية. يسعد القائد حلو وجميع مساعدي أن يرحبوا بكم على متن هذه الدائرة من بوينغ 737-800 التابعة لشركة خطوط الملك المغربية. عودوا دائم لون وورد. نود أيضا أن نرحب بأعضاء برنامج سفر فلاير والمسافرين الدوليين الدائمين لون وورد. سننزل بحول الله إلى مطار الدار البيضاء محمد الخامس، محطتنا المقبلة بعد مضي ساعة و30 دقيقة من الطيران. للحفاظ على سلامتكم يجب إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة وأجهزة الإرسال اللاتفية وتخزينها في مخادع الأمتعة أثناء الإقلاع والهبوط، ويمكن استخدامها أثناء الرحلة في وضعية الطيران. نعلمكم أنه يمنع التدخين خلال هذه الرحلة، أن السجائر الإلكترونية ممنوعة، وأن المراحل مجهزة بمنبه للدخان. قبل الإقلاع والنزول يجب أن تكون طاولتكم متكئة كراسيكم ومريح القدمين مرفوعين، وإبقاء ستائر النوافذ مفتوحة مع ربط حزام الأمان الخاص بكم تخزين أمتعتكم. كما أن مسارة الدخول والخروج يجب أن تكون خالية. كما نطلب منكم احترام تعليمات السلامة المنيرة. نتمنى لكم رحلة ممتعة برفقتنا، شكرا لاختياركم خطوط الملكية المغربية. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord. Le commandant Hlou et l'ensemble de son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de ce Boeing 737-800 de Royal Air Maroc, membre de l'alliance OneWorld. Et nous aimerions également souhaiter la bienvenue à bord à nos membres Safa Flyer et aux voyageurs fréquents internationaux de OneWorld. Nous atteindrons l'aéroport de Casablanca Mohamed V. Notre prochaine escale après un vol de 1h30. Avant décollage et قبل الإقلاع يرجى التأكد من وضع الأمتعة في الخزائن أو تحت المقعد أمامكم، مع إبقاء جميع الممرات والمخارج خالية.
Mesdames, messieurs, nous allons vous présenter des consignes de sécurité importantes. Merci de nous accorder votre attention. Avant le décollage, vérifiez que votre bagage à main est bien rangé dans le compartiment au-dessus de votre siège ou de en dessous du siège vous faisant en face. ويتم ربط الحزام بهذه الطريقة، ضبطوه هكذا ثم فتحوه هكذا. Veuillez garder votre ceinture attachée lorsque le signal lumineux vous l'indique. Voici comment attacher, ajuster et détacher votre ceinture de sécurité. مخارج الطوارئ مبينة بوضوح في حالة انخفاض الإضاءة في المقصورة عند الطوارئ ستضع أرضية الممرات مؤدية إلى المخارج ويوقف الطاقم الطائرة الآن أقرب مخرج إليكم والذي قد يكون خلفكم كل مخرج مجهز مزرق ينتفخ تلقائيا عندما يفتح الباب في حالة الطوارئ في حالة الاضطرار إلى مغادرة الطائرة يجب ترك جميع أسلحتكم. En cas de visibilité réduite en cabine, les secours sont clairement indiqués. Un éclairage seul vous guidera vers la sortie. Repérez la sortie de secours la plus proche de votre siège. Celle-ci peut être située derrière vous. Chaque porte abrite un toboggan qui se gonfle automatiquement en cas d'ouverture. Et dans l'éventualité, vous faudrait quitter l'appareil d'urgence. Laissez vos bagages à bord. صدرية النجاة توجد تحت مقعدكم. Votre gilet de sauvetage est sous votre siège. تنفخ السترة فقط عند مغادرة الطائرة. افتح الشريط الأحمر بقوة إلى الأسفل ويمكن نفخها أيضا عن طريق هذا الصمام. سترة النجاة مزودة بضوء إيجاد بالانتباه. Il ne peut être gonflé qu'à l'extérieur de l'appareil en tirant fortement sur la cordelette rouge si nécessaire. Utilisez l'embobinage pour le gonfler. Le gilet est évidemment un moyen de signe attirer l'attention. يتعين على جميع الركاب الاطلاع على تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد الموجه لكم حيث تحتوي على شرح مفصل لمعلومات السلامة وننبهكم بضرورة إزالة كمامة صحية قبل استخدام أقنعة الأكسجين. Nous vous invitons à consulter la notice de sécurité placée dans la pochette en face de vous. Celle-ci contient d'importantes informations relatives à la sécurité. Et nous vous rappelons que les masques doivent être retirés avant d'utiliser les masques à oxygène. في حالة انخفاض الضغط داخل مقصورة الطائرة تسقط أقنعة الأكسجين تلقائيا من أماكنها. ابقوا جالسين في مقاعدكم. يجب عليكم أولا إزالة الكمامة الصحية. اسحبوا قناع الأكسجين نحو الأسفل. Les membres de l'équipage vont effectuer une dernière vérification de la cabine et ce sera un plaisir de vous aider et d'assurer votre confort pendant le vol. Merci d'avoir choisi Royal Air Maroc. Nous vous souhaitons un agréable voyage. والله الا هادشي زوين بيا. ها يا خوتي كتمشى هايا هايا دابا حاليا واخا 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 غنديرو المساء العافاك نسيتي دير السنطه ضروري دير السنطه. ها انتوما خوتي غادي نبارطاجي معاكم. شوف شوف هي كتمشى هايا خوتي يبان لكم كلشي هايا كتمشى هايا. سيدتي وسادتي يسعدنا أن نقدم لكم خدمتنا الترفيهية الجديدة سكايغام لمشاهدة أفلام وبرامج مباشرة على أجهزتكم الإلكترونية عبر بواباتنا سكايغام وذلك سكاي بريس للصحافة الإلكترونية من خلال تطبيق غام أسيستان والذي يتيح لزبنائنا وفقا لدرجة الحجم الاستفادة من محتوى متنوع مع احترام التعليمات الصحية. شكرا. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau service de divertissement à bord Skyram. Pour regarder des films et des programmes télévisés directement sur vos appareils électroniques à travers notre portail Skyram. Et nous avons également lancé Skypress qui vous permet, selon votre niveau de carte, de profiter d'un contenu diversifié tout en respectant les consignes d'hygiène à travers l'application RAM Assistant. Merci, ladies and gentlemen. We're pleased to offer you on board of this flight our new entertainment service to enjoy watching movies and TV shows directly on electronic devices through our portal Skyram. And we also launched Skypress, which allows you, depending on your segment, to enjoy a diversified continent-wide respecting the agent's instructions through the RAM Assistant application. Thank you. لحظة. غادي يطلع ما بقى والو نطلعو للسما قبل قليل غادي نطلعو للسما وغادي نشوفو الرطبة.
خيالية. عادي جا ركب الطيارة وقفنا بالكبا زوينة بزاف. نتمنى إن شاء الله مع الطائرة تكون ركبة بحال العربية، حيت العربية كاين اللي أحسن منها. أسمع كما كتشوفوها. هذيك البلاصه هي اللي غادي تكسيري وغادي تطلع للسما. شوف المساحه ديالها، شوف اخوتي هاي اخوتي اللحظه فاش غادي تطلع. ها هو اخوتي دابا غادي تطلع ان شاء الله. هاي اخوتي اسمعوا هاي طلعت. مازال ما طلعت اخوتي، مازال دابا كما قلنا كتكسيري من بعد غادي تطلع السما. لحظه فاش غادي تطلع ها هي دابا. البحر، الأرض،
البحر كيفاش كيبان، ها السما كيفاش كتبان من الفوق، الضبابة وداك الشيء كتشوفوه. شوف الارض اخوتي، شوف الارض كي دايره في شكل، سبحان الله. شوف الموجات صغار، ها شوف شوف الطريقه ديالها، شوف سبحان الله. تذكركم انه يوم نوصل في سيرتنا هذه الرحله، كما ان المراحل مجهزه بمنبه الدخان. نشيد سلامتكم ومراحتكم، نطلب منكم ان تتركوا الاحتمام مقبل سيره الرحله وان تحترموا تحكيم السلامه الكبيره. شكرا. Mesdames, messieurs, pour vos sécurités, nous rappelons que ce verre est non-fumeur, ce rituel est son détecteur de fumée. Et pour votre sécurité confort, puis on regarde vos ceintures attachées pendant le vent et de respecter les consignes lumineuses de sécurité. Merci. أهلاً وسهلاً بكم مرة ثانية. يسعد المشرفة على الدقة أن تقدم لكم برنامج خدمات مقررة لهذه الرحلة. بعد قليل سنقدم لكم وجبة خفيفة مصحوبة بمشروبات. كما يسرنا أن نخبركم بأن برنامج الوفاء سفر فلايت التابع للخطوط الملكية المصرية يمنح المسافرين السائمين بطاقة ولاء موافقة لوتيرة رحلاتهم السنوية، والتي تتيح لهم الاستفادة تلقائيا من امتيازات العضوية لوان وورد. ويمكن لأعضاء سفر فلايت كسب رصيد من المليار والمنح سنويا خلال رحلاتهم وأنشطتهم مع الخطوط الملكية المصرية وشركائها. نبلغ أعضاء وان وورد أنه بإمكانهم الاستفادة من مزايا سفر فلايت وفقا لمستوى بطاقتهم. ندعوكم سيداتي وسادتي للانضمام إلى برنامج سفر فلاير على موقعنا غوالك مبكر أو من خلال أي وكالة تابعة للخطوط الملكية المصرية. نشكركم لوفائكم ولاختياركم خطوط الملكية المصرية، وإننا رانا إشارتكم لتقضوا معنا أطيب الأوقات. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord encore une fois. Le chef de cabine a déjà présenté le dénouement de service. Dans quelques instants, nous servirons une collation accompagnée des boissons. Et nous avons aussi le plaisir de vous informer que notre programme Safari Flyer offre à nos voyageurs fréquents une carte de fidélité adaptée à leur fréquence de vol annuelle et qui leur permet de profiter automatiquement des privilèges OneWorld. Les membres de Safari Flyer peuvent cumuler annuellement des miles et des prix tout au long de leur voyage et leurs activités avec Royal Maroc et ses partenaires. Nous informons les clients de nos partenaires OneWorld qui bénéficient également des avantages Safari Flyer selon leur niveau de carte. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, pour votre fidélité d'avoir choisi comme notre compagnie, et nous sommes à votre disposition pour vous rendre ce vol agréable. Merci. الطائرة مزيان.
الشاشه اللي كتشوفوا كتكتشف لينا المعلومات فين وصلنا وفين كاينين وفين غاديين. هذيك هي الدور ديالنا. ديال النصائح فقط، كيفاش دير الكبس هذه، كيفاش دير حزام السلامه، الطائره كي دايره، المهم بزاف ديال المعلومات. شوفوا بالنسبه على حسب شي حاجه تقولها، راه ما كاينش واقيلا، ربما ما كايناش شي كاسبروت ولا شي حاجه، ما كايناش، ماشي بحال العربيه. ممكن دوموندي اي حاجه بغيتيها تاكلها تشربها دوموندها هنا. ها الطائرة ما حلوش فيها هذاكش كيبان ليا عادي، الطائرة عادية جدا. زوين، كلشي رائع جدا، ركبة زوينة واعرة. هانتوما كنحاولو نبارطاجو معاكم حيت مكرهناش حاليا، دابا كنتوجدو فوق البحر، نقولو فوق البحر، هو كيبان لي غير البحر، مكاينش شي حاجة. كما قلنا ربما نشرب كافي، كاين واقيلا كيبان لي من هذيك الاتجاه دخل الطائره كما كتشوفوا الجناح ديال الطائره. شوف سبحان الله سبحان الله، هادشي في شكل اخوتي، وكما كتشوفوا الفضاء كيدير. مرتاح مع راسي.
سلام على الديكور. يا سلام يا سلام يا سلام، هادشي زوين بزاف. شوف اخوتي، شوف شوف البحر كيدير، مابقاش كيبان. طلعنا للسما، طلعنا واحد البلاصه كبيره في السما. شوف اخوتي، هذا هو الجناح ديال الطياره. حيت كنت واجد في واحد البلاصه، بلاصتي ما كتحطاش بارطاجي معكم كلشي. حيت هاد الشريج مصغير وكيبان لكم غير واحد الشويه، ما نقدرش نبين لكم كامل. المهم الركبه زوينه خياليه، اي واحد ركب الطائره راه ما غاديش يندم، تكون على يقين غادي تستمتع وغادي تدوز وقت طوب. بغيتي تاكل شي حاجه، بغيتي تشرب شي حاجه، كتحطو هنا. هاد البلاصه كاصه العصير، كافي، اي حاجه، والشامبويش هنا، والماكله وداكشي اللي هادك كتحطو هنا. من بعد كتسالي من الماكله، اشنو كدير؟ كطلع هاد البارتي هكا، ومن بعد كدير لها بحال هاد البارتي هكا ومرتاح. بغيتي تاكل شي حاجه هبطها بحال هكا، من بعد كتردها بحال هاد الطريقه وعاد جدي. هانتوما خدمتو. هادشي زوين بزاف. نرجعو ليكم تشوفو الفضاء. تمنيت باش نوصل كازا ونشوف نستمتع عاوتاني ونبارطاجي معكم المطار ديال كازا. حتى هو راه جاي، باش نكون واضح، ملي غادي ننزلو في المطار غادي نبارطاجيو، ملي غادي ننزلو في الطائره غادي نبارطاجيو معكم. غير استمروا معنا وما تسقلو حتى لقطه في هذا الفيديو، حيت طوب وفيه بزاف ديال النصائح وفيه بزاف ديال الاكتشاف. الناس اللي عمرهم ما ركبوا الطائره يقدر يتفرجوا في هذا الفيديو غادي يكتشفوا. مبقالينا والو اخوتي، نوصلوا لعيون. دابا مبقالينا والو ونوصلوا مدينة العيون ومطار ديال العيون. هانتوما اخوت كيما كتشوفوا، شوف اخوتي، يبان لكم البحر من تما. شتي اخوتي، كاين جوج تيتيزات هنا، جوج تيتيزات عادي جدا نورمال، صافي ماشي شي حاجة بحال ديال العربية. واو هو ها كنضحك معاكم اخوتي، ما يمشي عقلكم بعيد. تيتيز ديال العربية بشكل كيعرفوا يتعاملوا وكيعرفوا يهضروا مزيان، كيعرفوا بزاف ديال الحوايج. عادي عادي بحال حنا غير كنهضروا، تقولوا شي حكا. من بعد نحط هذا الفيديو ومالين هاد الطياره يكتشفوا هذا الفيديو، يتفرجوا فيه يقولوا حكا شنو قال علينا. عادي هادشي اللي قلت كامل راه كاين، ماشي مكذبتش، هو الواقع وهذه هي الحقيقة. هانتوما اخوتي كما كتشوفوا الأرض، هاهو الأرض تما.
هادي. ومن بعد غادي نحطو لكم هاد البارتيه اللي زوينه بزاف. هذا كاس ها هو هاد الشيء راه باين اخوتي. وكاين طامون ها هو كما كتشوفوا. هادشي غادي ناكلوه وقيلا بالمجان عندهم. الا قالوا لي خلص غادي نقول لهم ما عنديش فلوس. هادي ما عرفت ليش زعما نديرو فيها دار ولا تجينا شي قهوه باقي ما عرفناش. المهم هادشي فاش كان كما كتشوفوا ها ايوا غادي نقصوا هادشي انتوما خوتي. هادشي زوين بزاف. وقت الغداء هذا اخوتي وحاطين لنا هادشي وقت الغداء وحاطين لنا هادشي. راه ربما هادشي غير غاتوي كيديروا بليزير مع الكليان ديالهم. ما انتم اخوتي انا اش غادي نقول لكم واش غادي ناكل هادشي ولا ما غاديش ناكلو. يقدر غادي نذوق فيه انا ملي كنركب الطائره. لو كان كان شويه ولا كان شي شنطوش واعر اييه ايوا هادشي. اش غادي نقول لكم رائع جدا هادشي شعبي. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير
سبحان الله. مابقاش كيبان ما كي انا بحال اخوتي هذاك، ولكن الموجات مابقاش كيبانوا. طلعنا للفضاء بالمجان. شوف اخوتي الفضاء، شوف كيدير الفضاء، البحار تما كيدير، سبحان الله كيفاش. البلاصه كلها راه البحر عامل الفوق، كما كتشوفوا راه دزنا اخوتي العيون، العيون راه دزناها. جدا كما كتشوفوا حاليا كنتواجدوا فوق البحر، دزنا العيون
المغرب نوصلوا طنطن. صراحة شكون زوين وما كنحسوا بالعيالة حتى حاجة. مكرهناش اخوتي نصوروا لكم كل شيء اي حاجه، ولكن هاد الشارج صغير داكشي علاش الشارج ديال الطياره كما كتشوفوه وهذا صغير ومن برا ما صافيش بزاف مع الاسف. لو كان صافي بزاف هتشوفوا اعلى جوده. نتمنى ان شاء الله يكون خير.
تحت. انا ركب مش هادشي. شوف اخوتي شوف. كانت غادية في جنب البحر، دابا ما بقاتش غادية في جنب البحر. رابا كتشوفو، شوف اخوتي الطريق، شوف اووو السلامة، شوف كيفاش الشنح ديالها كيفاش كيتحرك. شوف اخوتي شوف. حيت هما عندهم هذاك الشي خريطة. هادشي كله بشكل البحر من تما. شوف اخوتي الفضاء، هذا فضاء كيدير سبحان الله. هادشي غريب باش نكونوا واقعيين، هادشي بشكل الشنح ديال الطائرة كيتحرك دابا. السلام 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 السلام. شوف اخوتي شوف. هادشي كله زوين، نتمنى ان شاء الله نوصلوا بخير. دابا حاليا كتوجدوا في السماء الفضاء، ايوا الارض كما كتشوفوه.
الطائرة بحال إلا كتنزل بشوية بشوية. شوف 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 الجناح ديالها كيفاش كيطير. شوف أجهزة الإرسال اللاسلكية في وضع توقيف والتأكد من أن هواتفكم المحمولة في ولاية الطيران لتجنب التداخل، وندعوكم أيضا للاطلاع على تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد أمامكم. كما نرجو من السادة المسافرين العابرين والحاملين بطاقة العبور أن يتوجهوا إلى رقم القاعة المشار إليها. كما نرجو من المسافرين العابرين اتجاه مدارة أخرى الاتصال بمكتب العبور للخطوط الملكية المغربية لتزويدهم بالمعلومات اللازمة. Mesdames, nous entamons notre descente vers l'aéroport de Casablanca Mohamed VI. Veuillez regagner votre place, ranger vos bagages, relever la tablette, le cache-hublot, ainsi que le dossier de votre siège, d'attacher votre ceinture et de rabattre les accoudoirs. Nous vous demandons également d'éteindre tous vos appareils électroniques et de vous assurer que vos téléphones portables sont sur mode avion afin d'éviter toute interférence, et nous vous invitons aussi à consulter la notice de sécurité placée dans la pochette en face de vous. Et nous rappelons les passagers en transit munis d'une carte d'embarquement de présenter au numéro de la salle sur cette carte. Les autres passagers en correspondance sont prêts à se présenter au comptoir d'accueil. Merci. الطيارة كتنزل بشوية بشوية. حاليا شحال زوين هادشي. اللي زوين بالله الركبة خيالية. الدار البيضاء الدار البيضاء. يا سلام. Thank you.
هذيك الطريقه راه ما بقى لينا والو. اخيرا لحظه ديال النزول كما كتشوفوا كنقربوا الارض، الارض ما بقى لينا والو نوصلوا. ايوا هذا ها هو كما كتشوفوا شيء
عند تركشو صغيرة يبان لكم من الفوق صغير ملي توصلوا تنزلوا تما يبان لكم داكشي واعر البيضاء اخيرا ها يا اخوتي كما كتشوفوا الضل البيض بالله اش تاخذ يا عيال السلام 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 لحظات قليلة سيداتي وسادتي وسحتوا من الدائرة نرجوكم أن تكدوا لحظاتكم مغفلة وشكرا دون كيلكوز انستان مي ميسيو نو زالو انتيغي نو كيون دي فيغ فيغ سانتور سان مينيت شي ميرتي هيا نوزو نوزو هيا خوتي كتنزل اللحظة ديال نوزو سهلة ماشي صعيبة انا رأيي ملي طلعت سهلة النزول ديالها صعيب هيا اخوتي هيا 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 لحظة النزول
غازا ومن تما الحمد لله والشكر لله. سيداتي وستقضي صباح الليل المطار البيضاء محمد الخامس و 16 واحدة زوالا و 10 دقائق حسب التوقيت المحلي تبلغ درجة 22 درجة مئوية. يرجى احترام تعريف السلامة المنيرة. ننصحكم أن تعتبروا السقوط المحتمل أمتى عند فتح المخادع والتأكد أنكم لا تصبح على نبات الطائرة. هذو هما النصائح ديال الطائرة. وسنكون سعداء بتحريركم على نبات الطائرة المغربية وعلو تحالف وان وورد. كما نخبركم أن ننصحكم اقتراحاتكم عبر شبكة الانترنت والموقع بانكم. شكرا ومع السلامة. Bienvenue à la porte de Casablanca Mohamed 5, 13h30, température est de 22 degrés centigrades. Veuillez respecter les consignes et menaces de sécurité. Nous vous recommandons de prendre garde aux événements, de bien évertir les coffres à bagages et de vous assurer de n'en oublier à bord. Nous espérons, mesdames et messieurs, que vous êtes satisfaits de ce voyage. On vous revoit prochainement sur une Royal Air Maroc, membre de l'agence One World. Pour toute suggestion, veuillez nous contacter sur notre site royalmaroc.com. Au revoir et merci. جدا هي وصلنا نقولوا شي ساعه تقريبا الطائره ولا ان شاء الله يكون صبر انا خوتي باش نبارطاج معكم اي دابا حاليا خوتي وصلنا الوصول المكان ديال المطار. هذا هو المطار المكان الوصول المكان فاش كينزلوا الناس وكيدخلوا يديروا معاهم التحقيق من جديد. كما شفتوا نزلنا من هاد اللعيبه اش غادي نقول لكم. كما كتشوفوا الناس داخلين هنا داخل المطار الوصول تحقيق من جديد. ها ندخلوا حتى حنا نتبعوهم.